كاتدرائية مار جرجس ببيروت هي معلم ديني تاريخي انبنى سنة 1753، ومن وقتها لليوم عمرت بيروت ونضاف لوجهها الحضاري والديني جامع محمد الأمين. لهلأ الصورة حلوة وبتعكس وجه لبنان اللي بينادي بالتعايش المسيحي الإسلامي. مع مشروع إعادة تأهيل الكاتدرائية واللي هو مشروع قائم من زمان، عم بيتم تنفيذ برج رح يوصل ارتفاعه لحدود 70 أو 71 متر. ومع هالحدث بلش حديث غير منتظر على وسائل التواصل الاجتماعي عن أي مبنى أعلى، الجامع أو الكاتدرائية، وكأنه علو المعالم الدينية بوسط بيروت مقياس لإثبات التمثيل الطائفي بهالبلد. مع أنه عيب ندخل بالمقارنة، ولكن لجامع محمد الأمين 4 مآذن بيوصل ارتفاع على 72 متر. الواقع بيقول أنه العلو متساوي، فلماذا الحديث أصلاً يلي نصب باتجاه طائفي ما له نتيجة إلا إضافة النعرات؟ بالمقابل في ناس بترفض هالجدل. يعني أنا بفضل يكونوا قد بعضه. شو رح تفرق؟ كلنا بدنا نموت ونروح لعند الله آخر شيء. ما عندي فرق بيناتهم اثنيناتهم. معلش يكونوا بمستوى بعض، حدا ما حدا يزعل. بيت الله هيدا ما فيش مشكلة. بأيد عليهم بيكون بلا مخ، يعني لسه بعد فيها الأشياء الصغيرة بعد ما أيدنا عليها، يعني بشو. يعتبر برج جرس الكاتدرائية خطوة أثرية دينية وحتى سياحية مهمة جدا. فيك تشوف هذا البرج بعرضه بطوله بموقعه، بيكون كتير موجود على الشارع. اشتغلنا بطريقة انه ندمجه على مبنى الكاتدرائية والمنطقة. اشتغلنا بطريقة انه يكون متناسق كله مع بعضه من العرض والعلو، ويصغر كرماله يصغر هو وعم بيطلع، لحتى الماشي على الطريق يحسه كأنه عنده بوينت دو فويت صوب السما. أول شغلة عملنا بالكون صغير على علو 9 متر بيسمح للمارق على الطريق ما يحس بعلو هيدا المبنى. كل الناس اللي بيحبوا يطلعوا في أسانسور بيفوتوا على المبنى وبيطلعوا لفوق، ومن فوق عندهم على 52 متر بالكون بيقدروا يشوفوا كل المدينة من فوق، وهذا الشيء موجود بكل كاتدرائيات العالم، كتير مرغوب من كل السواح. رح ينضاف للبرج جرس وزنه 2.6 طن ويعتبر الأكبر بالشرق الأوسط. اشتغلنا كمان أكيد بطريقة أنه كل المعاقين يقدروا يدخلوا على الكنيسة ويقدروا من هيدا المبنى ينزلوا على المتحف يلي انعمل تحت الكنيسة من بعد ما لقوا الأثارات. ببلد هالقد منقسمين فيه الناس، كان ناقصهم شيء آخر يلتهوا فيه وينقسموا عليه، علماً أنه مفروض الدين يجمع وما يقسم.